السلام عليكم، تعالوا النهاردة على القناة نجرب لعبة جديدة ننزلها من على المتجر نلعبها ونجربها مع بعض. هنختار أول لعبة بتاعت البلياردو، يا رب تعجبكم. تعالوا يلا نجربها. دلوقتي دخلنا على اللعبة واللعبة بدأت تحمل، هنعمل لها تثبيت وهتحمل ونبدأ نلعبها ونشوفها. اللعبة نزلت تمام معايا، هندوس عليها فتح. ادي اللعبة قدامي، اللعبة فيها الخيارات دي. لو احنا دوسنا على الفيس الفوق دي يبقى احنا بنعمل اول حاجة تسجيل دخول بالايميل بتاعنا على الفيس، وبعد كده وبناء عليه بينزل الاصدقاء في اللعبة. اللعبة لازم عشان تبقى شغالة دي من اللعب اللي هي بتحتاج نت، فلازم النت يبقى متصل معايا عشان أقدر أجمع ناس من على النت أو من على الفيس، وممكن ألاعب أصحابي على الفيس، وممكن أخلي الكمبيوتر يختار لي ناس من على النت، بس لازم يكون النت متصل معايا. هنبدأ هنا، هندوس أول خيار ده بيقول لي لاعب قصاد لاعب، وهو هيختاره لي من النت. هنخش نلعب ونشوف اللعبة بيتلعب ازاي. هو هنا في الاول بيقول لي ان انا لو عايز اضرب الكرة فانا اقعد الف بايدي على الكرة بالعصاية، وبعد كده اشد العصاية على الشمال هنا فالعصاية فاللعبة هتتلعب معايا، هيضرب الكرة كده. انا عملت هيختار هو كده هيختار لي ناس واحد من على الكمبيوتر. دلوقتي هو هيلاعبني على 100، انا هنا خسرت في الجيم الاول. الجيم التاني عشان اقدر اخش، لو عايز اخش جيم على طول فهدوست على 100 دي اخترتها، ولو نزلنا بيها بالسهم لتحت هنلاقي 50 واقل، عايز حسب انا عايز العب على كام، واللي هكسبه هو هاخده 100 او غيره. تعال نخش ماتش جديد. هنا انا هضرب الكرة برضو، المفروض ان انا بشد العصاية على الاخر في الجنب الشمال علشان تضرب بأقصى قوة ليها.
اول كرة تنزل انا هنزلها او الشخص اللي قدامي، بيبقى فيه مجموعة كور، في كور سادة وكور ملونة اللي هي بيبقى فيها الخط الابيض وده فيها. فانا المفروض ان اول كرة هتنزل انا هتبقى تبعي، والجزء التاني هيبقى تبع الشخص التاني. لازم انزلهم كلهم الاول وبعد كده انزل السودا اخر حاجة. لو نزلت مني بالغلط الكرة البيضة، فاذا الشخص التاني يقدر يحطها في المكان اللي هو عايزه، والعكس صحيح. بعد كده لو نزلت مني بغلط السودا قبل ما انزل اخلص الكور بتاعتي، بيكون هو اللي فاز خلاص. هنا عندي على اليمين دي العصيان اللي انا ممكن اشتريها بعد لما اجمع فلوس من الناس اللي بكسبها، اقدر اشتري العصيان دي. والعصيان بتختلف، كل عصاية فيها مستويات على حسب ما انت تقدر تحدد اتجاه الكرة رايحة فين، وتبقى اقوى طبعا العصيان في الضرب. انا طبعا نزلت الاول الكور السادة، فانا كده الكور السادة بقت بتاعتي، والكور الملونة بقت تبع الشخص اللي قدامي.
نزلت انا الكور كلها كده ونزلت السود اخر حاجة، انا فزت كده. كده انا خدت 100 كوينز. هنا لو كده لو دوسنا على ريماتش يبقى هنا عايزين نلعب الشخص ده مرة تاني. لا مش عايزين، بنطلع. لو بصينا كده فوق على اليمين هتلاقي الكوينزات بتاعتي دي بتزيد كلما انا افوز. هنا لو بصينا في المربع اللي في النص قدامنا الازرق هنتلاقيه بيلعب على 100، ونقدر ننزل تحتيه نلعب على 50. وبعد كده لو دخلنا يمين هتلاقي مستويات تاني 200 وأعلى، كل مرة بيزود بال100 أو بال50. وبنتلاقي هنا لازم نخلص المستوى عشان يقدر يعدي. هنا ضغطنا على كل واحدة خياراتها خاصة بيها في الماتش. ودوسنا تحت على صورة الأصدقاء هتلاقي لو ناس بعت لنا طلب صداقة. جربوا اللعبة إن شاء الله تعجبكم، مستني رأيكم في التعليقات، وقولولي مين حملها ومين لعبها ومين عجبته، وإن شاء الله استنوا مني ألعاب كتير هنجربها مع بعضينا، مستني رأيكم في التعليقات.